بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خواتاتي العزازات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا ومرحبا بينا عند فاتي شوب. عودة من جديد خواتاتي العزازات، هاد لابوتيك هادي من البوتيكات اللي المفضلة عندكم تبارك الله ما شاء الله. علاش؟ لأنها كدير لنا واحد السولد خطير، كدير لنا لي بخي زوينين. واليوم نوعتنا فاطمة الزهراء وجابت لنا بزاف ديال لي زارتيك اللي غادي نشوفوهم إن شاء الله معكم في هذا الفيديو. نتوما ما عليكم خواتاتي العزازات غير تشجيعات، ديروا لنا بزاف ديال لي لايك على الفيديو وبارطاجيو على نطاق واسع باش بزاف ديال البنات ديال وجدة وديال الجهة الشرقية يشوفوا الفيديو ويستافدوا حتى هما. النعت راه باين حدا كارفور، بزاف ديال التعاليق كتوصلني انكم ما تعرفوش اللوكاليزاسيون. البنات غير حدا كارفور، غادي تلقاو الطاكسيات الحمر، غادي تشوفوا هكا على يدكم اليسار. راني خليت لكم، المهم غادي نولي نهضر هنايا باش كلشي يفهم. كاين موغادور فين كيكريو تكاش داكشي، تطلعوا ديريكت اول درب على اليسار، اول محل على اليسار. صافي، مرحبا بكم خواتاتي، غادي نخلي لكم الرقم ديال فاطمه الزهراء باش توصلوا معاه. بالنسبه للوكاليزاسيون اخواتي، هنايا رحنا في مزيت كارفور. ها هي كارفور هنايا، هنايا اصحاب مول الطاكسيات الحمر كيوقفوا. ها هي الدخله ديال كارفور اون فاس. هنايا في هذه الجهه هذه كاين موغادور كيبيعوا هذا الشيء ديال، المهم الكريه ديال الحوايج ديال الاعراس وداك الشيء. ها انتم تشوفوا كاين هذا المحل هنايا ديال الشلابه وداك الشيء. غادي تطلعوا مع هذا الدرب هذا. بالنسبة للفاتي شوب عندها المحل ديالها هنايا، ها هو أول محل الزنقة الأولى على اليسار. مرحبا بكم خواتاتي، المرة اللي فاتت قلتولي راه مكانش باين عندكم اللوكاليزاسيون، اليوم راني حاولت أنني نعاود نديرها لكم بطريقة واحدة أخرى. فاطمة الزهراء كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس اختي فاطمة، الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المتتبعات ديالك. واشركم مبروكه بالصحه والهنا باش كتمنوا كاملين ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم ديما عند فاتي شوب، ديما جيبوا اختي فاطمه راه كنجيبوا لهم ديما الجديد وديما الهوته، ديما الهوته وديما التمام زين، كلشي يلبس تحت شعار كلشي يلبس. مرحبا اختي فاطمه. اختي فاطمه الزهراء، بالنسبه للاخوات اللي بغيو يجيو عندكم والفطور، بعد عطينا التوقيت ديال النهار وديال الليل. مرحبا اختي فاطمه. بالنسبه للتوقيت ديال العمل تاع المحل تاعنا، كنبداو من 11:30 ديال الصباح حتى ل 5:30، وعندنا مور المغرب مور التراويح يعني مع 9 حتى ل 11. بارك الله، هذا هو التوقيت تاعنا. وغادي نخليو لهم الرقم الواتساب والانستغرام يدخلوا يتواصلوا معك. شوفوا البنات، فاطمة الزهراء راه باغي دير لنا افتتاح ديال واحد المحل ان شاء الله، الله يسخر لها، وبغات تاخذ الراي ديالكم البنات. قال الحاجه اللي تهمكم الحاجه اللي تانتريسيكم هي اللي غادي تعمر بها المحل. بغات دير كسيوات ديال البنات. شوفوا بالنسبه للمحل ثمن مناسب ان شاء الله. بالنسبه للمحل انا عندي جوج تاع الافكار، ولكن بغيت الاراء تاعهم، يخليو لنا كاملين يدخلوا التعاليق ويخليو لنا الاراء ديالهم وما يكون غير خاطرهم ان شاء الله. بغينا مهم ندير، واش نديروا الكسوه الجديده نديروها من 100 درهم ل 150 درهم، ولا نديروا الكسوه الملابس الاوروبيه المستعمله من 20 درهم ل 50 درهم، ولا نجمعوهم كاملين بجوج؟ بغينا الاراء ديالهم، كيهمنا بزاف. يخليو لنا في التعاليق ديال لا فيديو، وداكشي اللي غادي نخليوه لنا نديروه ان شاء الله في المحل ان شاء الله. وقلتي لي كاين حتى لي برودوي بيو. كاينين لي برودوي اختي فاطمه. ثم خليونا في لي كومونتير ديالكم الحاجه اللي بغيتوها. ومرحبا بكم البنات، فاطمه الزهراء رهن الاشاره. مرحبا انتما خواتاتي، المهم غتصبروا معنا. فاطمه مرحبا اختي فاطمه. من غادي نبداو مع تلفتي هاني من ما بغيتي كل لنا بيجامات كسيو، نعطيوهم واحد الفكره اختي فاطمه باش يكملوا الفيديو حتى للتالي. عندنا بيجامات، عندنا الجليلبات، ها انتم بيجامات كاينين لباسات البنات، وراه جبت لكم لباسات حتى ديال الدبدوبات ضروري. صافي، وعندنا عباءات الصالات، عندنا الجليلبات، وعندنا حتى الكسوان تاع الخريج الجينات. مهم ما نحرقوا لهمش المراحل، المراحل حتى الاخر. نحرقوا المفاجاه والاثمنه، دائما اثمنه مناسبه في متناول الجميع. نبداو على بركه الله. نبداو اختي فاطمه، نبداو بهادو هنايا البنات. هاد اللباسات هادو غادي نهود لكم واحد، هادو اللباسات نتاع الصيف اختي فاطمه. هادو البنات راهم مطلوبين بزاف، وانا صراحه من عشاق هاد البيسات. هادو خفيفين زوينين في دارك هكا تلبسيهم وباردين. هادو اختي فاطمه فيهم بزاف تاع لي موديل، وفيهم حتى اللوانات، فيهم لي كولور البنات. بالنسبه لي موديل كاين حتى هذا جاي هكا مخطط بالخويط ديالو هنايا. شوفوا لي الموتيف اللي فيها البنات. بالنسبه لهذا راه غادي نوريكم هنايا لي كولور ديالهم نتاع الاول. بالنسبه للاول كاين هاد الغوز،
وكاين هذا الموف هذا، وكاينه كوموند اخرى راها جايه اختي في الطريق فيها كاع الالوان اشكالات اخرين، وكاين هذا الشكل هذا عاوتاني. هذا كان كريلا راكم تلاحظوا، وهذا جايب خطط في المارو. واه اللهم يسر. بالنسبه لهادو لي بخي ديالهم 50 درهم. هانتوما البنات 50 درهم غير اللي ما بغاتش تصيف، ومازال ان شاء الله ملي غادي تجيو عند فاطمه الزهراء مازال تلقاو عندها بحالهم في موديلات اخرين. مرحبا اختي فاطمه. خواتاتي العزازات كاين هاد البيجامة حتى هي مبردة زوينة، هانتوما تشوفو راها طويلة، ها هي طويلة اختي فاطمة وكرون طاي، فيها لي كرون طاي البنات، السروال ديالها ها هو، وفيها بالنسبة لهادو راه فيهم لي كولوغ وفيهم لي طاي، سريويل ديالها حتى هو مبرد، ها هو بالنسبة لهادو. ها هو نوريولهم التوب على قرب، هذا راه مبرد وكيما قلت لهم راه فيهم الكرون طاي، بالنسبة للثمن ديال هادو 100 درهم، نوريوهم اللوينات هنايا. كاين هاد البلو مارين هذا، كاين هاد البلو، شوفوا لي السروال ديالو المهم كل مره راه اللوين ديال السروال كيتبدل، كاين هاد لو جون وكاين لو نوار ديالو، وكاين نوار ديالو اللي بغاتو مرحبا راه ديسپونبل عند فاطمه الزهراء. سي العزازات كاين عندنا هادي فيها 3 بياس، هانتوما تشوفوا بالنسبه لهذا راه بينوار بيه بالسروال ديالو والديباردور البنات، ها هو ديباردور بالخويطات. نقربوا لهم باش يشوفوا الثوب. هادو اختي فاطمه العرايسات يكونوا عاد جدادين في الدار ديالهم، وحتى اللي يكونوا قدام يعني اللي بغات تفركسر يبرعوا راسهم، وهو ثمن جد مناسب، ثمن زوين البنات. وبالنسبه للسروال حتى هو هذا هو، وفيه جوج ديال لي كولور، ها هو البنات راه حتى هو عريض. هذا بشحال الثمن؟ هادو تاعين 130 درهم اختي، 130 درهم البنات. فيه هاد الكرونه هادي وفيه هاد الغوز، وفيه هاد اللوين هذا غوز بيبي صوزوي. واه كتبت الزهره دائما في بالنسبه للتروا بياس، كاين حتى هادي حتى هي التوب ديالها مبرد وزوين، حتى هي في الغوز جايه زوينه، بيجاما انيقه. هادي اختي فاطمه سبق لنا جبناها وكملت لنا، جبنا ستوك واحد اخر جديد وجبناها لهم ناقصه على الثمن الاول. بالنسبه لهادي فقط 130 درهم. هذا العقيق كما راكم تشوفوا عندها التريكو باليدين بالموش، تقدروا تلبسوه غير بوحدو ولا ديروا البينوار. السروال ديالو هو هذا، راه جاي فيه جوج ديال لي كولور في الغوز، الغوز هذا اللي راكم تشوفوه، وكاين الغوز هذا البنات، كاين فيها 4 كولور، كاين هذا الغوز هذا ها هو نوريو لهم غير من هنايا، وكاين هذا لو فيغ، وكاين هذا الكاشيري هذا صافي، فيها 4 تاع لي كولور. واه باين اختي فاطمه 130 درهم. 130 البنات. عزازاتي فاطمة الزهراء جابتكم حتى بحال هذا الشكل، البيسات حتى هما زوينين خفاف، حتى هما دومي سيزون ديال هاد الوقيته هادي، القفيفلات ديالو حتى هو راه موتيف زوين وريضات، وفيه هاد اللوين هذا، وفيه هاد البلو هذا، فيه البلو وفيه تالفيغ، الفيغ ها هو ثلاثه ديال اللوينات البنات، ثلاثه تاع الالوان. بالنسبه للو بخي ديال هادو اختي فاطمه 70 درهم فقط، 70 درهم. فاتتي العزازات هاد اللباسات حتى هما راهم زوينين في الصيف، حتى هما اللي ما صيفطش بهم هادي هي الفرصه. هانتوما تشوفوا البنات هادو راهم فيهم بزاف ديال اللوينات، بقاو معايا باش ها هما اللوينات. كاين هذا في الزيتي، كاين هذا في الموف، وكاين في الكري، وكاين ستوك، راه حنا ما حناش حاطين كلشي. بالنسبه للو بخي ديال هادو 35 درهم، 35. ايوا قولوا فاطمه الزهراء ما تهلاتش فيكم. قميص جوهره البنات ضروري تشوفوا قميص ديال صبحيه العيد البنات، اللي بغاتوا راه فيه اللوينات ديالو وفيه لي طاي. بالنسبه للقميص كما كتشوفوا معايا فيه هاد لي طاي ديال الشوشه، البيس زوين البنات هانتوما تشوفوا. بالنسبه للوينات فاطمه الزهراء اللوينات ديالو فنين، وحتى لو بخي ديالو قرقعك قريتها عندك في قرقع. هانتوما كاين هاد لاكولوغ الزرق، وكاين هذاك اللون، وكاين الكرونه، وكاين هاد لوفيغ. هذا البخي ديالو اختي فاطمه لا غلا على مسكين 70 درهم، 70 درهم البنات. الغزالات بالنسبة لعباءات الصلاة دائما كنتو كتسولوني عليهم، فاطمة الزهرة جابت لكم المرة اللي فاتت واحد الكمية راها كملت، وجابت لكم هاد المرة جوج ديال الموديلات في العباءة ديال الصلاة، حتى هما البنات فيهم لوينات زوينين ومبردين. هادو راني شفت فيهم البنات كيلبسوهم حتى في الجامع كيديوهم يلبسيهم، يعني الأخوات اللي بغات هكا تنوع في اللبسة ديال الصلاة ديالها، كاين هاد الموديل هذا كما راكم تشوفوا هنايا، وكاين هاد الموديل هذا هكا فيه هاد الدونتيل بحال هكا، وكاين هاد الموديل هذا البنات ها هو بهاد التوب شويه مبدل على هاد التوب، حتى هو كريب غير بحال اللي مكرش شويه مكرمش. فيهم لي كولور هما كاع اللوينات البنات ها هما.
كاين لورونج، كاين كاع الالوان تقريبا، الويناتهم راهم كاينين البنات. وبالنسبه للثمن اختي فاطمه الزهراء، هذه المره اختي فاطمه راه جبناهم لهم بقلب هذاك الثمن كاع بزاف كاع، غير اللي ما بغاتش تلبس العباءه فقط 115 درهم. 115 درهم البنات راه يلا الاولى تدي، غادي ندير لهم الاولى تدي 150 130 وفاطمه الزهراء دايره لهم 115 درهم اختي فاطمه. هانتوما الغزالات دبدوباتي اللي كتكون سمينه وعريضه وطويله، ها هذا هو لاغوب ديالك، هذا هو عباءه الصلاه ديالك. ها هي البنات شوفوا الثوب ديالها راه زوين، وفيها هنايا هذا الشال هذا لاصق في العباءه، ها هو ها هو الشال لاصق في العباءه، لاصق وعندها السنسله هنايا، ها هي كاينه السنسله هنايا. حتى هادو راهم بلويناتهم البنات. وبالنسبه للاخوات اللي كيطلبوا لاطاي وكيطلبوا الثوب، ها هو شوفوا البنات كيفاش داير الثوب ديالهم مبرد، هانتوما مبرد ويشرب العرق هادو اختي. وحتى الثمن اختي فاطمه مبرد فقط ب 90 درهم، امين يا ربي على الجميع. 90 درهم فقط، بارك الله عليك، الله يبارك فيك. هانتوما البنات كاين جديد بات كما كنا قلنا لكم في بدايه الفيديو، هذه راها بالمرمه البنات، ها هي قربينا في الطنجره باش تشوفوا المرمه وشي حاجه زعما زوينه. هذه راه فيها جوج ديال اللوينات، براندة ديالها نازله وبتضريس ديالها في القبه البنات. ها هو بالنسبه لهاد لا كولور هذه راه ديسپونبل هي، وهاد كاين هذاك لا كولور وكاين هذا، نوريوها نوريوهم لي ديتاي ديال هذه كيفاش دايرين. هاد البلوغ لا البلوغ زوينه جاي فن. المهم بالنسبه لي طاي البنات كاين اكس ال وكاين دوبل اكس ال وكاين ال وكاين ال. بالنسبه للجلبات هادو اللي بغاهم بشحال الثمن اختي فاطمه؟ فقط 240 درهم. 240 البنات 240 درهم. وغادي نوريكم موديل واحد اخر في الجلابه، كاين هادو ديال المرمى اللي شفناهم وكاين هاد الجلابه، كاين هذا ديال الطريزات، ها هما. هذه مخزنيه كتجي هابطه في جلابه مخزنيه كما راكم تشوفوا، حتى هي بالطريزات ديالها في ليمونج، حتى هما القبيب ديالها ها هو البنات. هادو حتى هي راه فيها اللوينات، هادي الثمن ديالها اختي فاطمه 160 درهم. 160 البنات ها اللوينات، فيها اللوينات. هانتوما اخواتاتي العزازات بالنسبه لهاد الجليبه هادي الثوب ديالو كيتجبد البنات. بالنسبه للاخوات اللي بغيوهم راه دايره فيهم فاطمه الزهراء الصول، بقاو لها غير شي حبات ودرتكم فيهم الصول. هانتوما تشوفوا بهاد الشويشات ديالو هنايا بالقبيب ديالو، حتى هو ها هو ولا والثوب ديالو كيتجبد، يعني حتى الاخوات هادو كيجيو كاع لي طاي وا تلبسو رقيقه ولا تلبسو سمينه. بالنسبه للوينه في لي ديسپونيبل راه كاين هاد الموف هذا وكاين الكري وكاين هاد البيج اللي وريتكم، بقاو لنا غير هاد ثلاثه اختي فاطمه، حنا دايرينهم ب 110 درهم. 110 درهم البنات اللي بغات تفرح راسها جلبات زوينين وصيفيين. عزازاتي بالنسبه لكسيوات العيد غادي نبروبوزيو عليكم هاد البيسات هادو، حتى هما مبردين وزوينين فيهم لي طاي فيهم لي كولور عراض. وبالنسبه لفاطمة الزهراء جابتنا بزاف ديال لي كولور، كاين هاد البلو سيال هذا، كاين هاد لو فيغ هذا اللي راه في المانكا كما راكم تشوفوا اللبسه ديالو، هاي اللبسه ديالو كيفاش كتجي فيه لي طاي اختي فاطمه من الام حتى الاكس ال، وفيه لي كولور اللوينات ديالو فاطمة الزهراء. كاين هاد البيج وكاين هذا الكاشيري هذا وكاين لو نوار ضروري واكيد. وريناكم البلو ولو فيغ. بالنسبه لو بري اختي فاطمه ماشي ب 170 وماشي ب 160 وماشي ب 180، فقط 130 درهم. 130 درهم البنات اللهم يسر. عزيزاتي عارفين نبغي نتهلا فيكم، شوفوا لي الموديلات البنات، هاد البيس حتى انا عجبني، هانتوما تشوفوا كيفاش داير الثوب ديالو زوين زوين بزاف، خصكم تجيو هنا تلمسوه باش تشوفوا. عنده لاستيك هنايا في ليديدات، عنده واحد جوج خويطات ها هما. وبالنسبه للبسه ديالو كتجي كلوش وعريضه وزوينه، اخوات المحجبات وغير المحجبات المهم يحضروا هنا ان شاء الله. ما عنده حتى السميطه هنايا، ها هي الحزام البنات اللي بغى يستعملها. وبالنسبه للوينات راهم ديسپونبل عند فاطمه الزهراء، كاين هاد لو فيغ هذا، كاين البلو، كاين البيج ديالو وكاين لو نوار، كاع اللوينات زوينين البنات. ونتمنوا حتى الثمن يكون زوين اختي فاطمه، حتى هلا درنا لهم نفس الثمن تاع اللي قبل 130 درهم فقط، غير اللي ما بغاتش تعيد وفيه لي طاي. مرحبا اختي فاطمه. البنات كاين حتى هاد لي كاب هادو فاطمه الزهراء جابت لنا فيهم اللوينات. بالنسبه للثوب ديالو راه كريب وفيه واحد السفيفه هنايا هكا بالصقلي نازله.
الحزام ديالو كما راكم تشوفوا بالشوشه ديالو البنات. بالنسبه للكابرا في لوينات زوينين هذوك اختي فاطمه، فيهم لي تاي وفيهم لي كولور بحال هذه، راها الاله البنات ها نتوما تشوفوا الاله راها تبارك الله كتجي عريضه وزوينه. كاين لو جون مونتار ديالو البنات وكاين لو هو ديالو وكاين هاد لوفر، كاين ربعه ديال اللوينات بربعه بيهم زوينين، كاينين لي طاي فيهم. بالنسبه لتما اختي فاطمه هادو اختي فاطمه جبناهم حتى هما بالتخفيضات 150 درهم 150 درهم البنات. كاين واحد الموديل واحد اخر غادي نوريه لكم، شنو كاين هاد الموديل هذا ها نتوما تشوفوا البنات، هذا موديل حتى هو زوين بزاف. لي زيستراس ديالو ها هما، كاين لي زيستراس حتى هنايا لتحت كيجي بحال كلوش هكا لتحت كيجي عريض، كيجي في اللبسه زوين اختي فاطمه زوين صراحة. وفيه حتى الحزامه ديالو اللي بغات تستعمل حزامه واللي بغات تستعملو مطلوق اللي بغا، وفيه لي كولور غادي نوريوهم لي كولور. بالنسبه للوينات هما البنات كاين هذا البيج هذا وكاين البلو سيال ديالو ها هما، وكاين هذا المغرون اللي وريناه لكم. بالنسبه للثمن نفس لو بري 150 درهم 150 درهم. فاتي شوب راه جات لكم حتى لي جينا البنات، لي جينو بزاف لي كولور ولي موديل فيهم بحال هذا كما راكم تشوفوا معايا، هذا باد ديليف اختي فاطمه بان تيليفون هذاك فيه هذاك لا كولور وكاين في الجين ديالو. هذا البنات راه كاين في ستوك البلو ديالو، راه ما كاينش هنا في المحل، راه كاين المهم في البلو ديالو اللي بغاتو با تيليفون. فيه لي طاي البنات، هادو لي طاي تاعهم من 36 حتى ل 44 يعني راه كاين لي طاي. مشينا لهذا الموديل هذا البنات ها هو، هذا سليم الموديل غادي نوريكم غير موديل الموديل باش ما نكثرش البنات. ها هو سليم ومشرط لتحت في الرجل في الرجلين، حتى هو فيه لي طاي من 36 حتى ل 44 شوفوا هذا ها هو، هذا بوي فراند البنات ها هو. شوفوا معايا بالحزام ديالو هنايا بهاد الشريطات ديالو، حتى هذا راه فيه لي طاي، حتى هو فيه لي طاي من كلشي تجينات من 36 حتى ل 44 فيه لي طاي. وعندنا واحد الشكل اخر فيه لي طاي كبار ها هما، كاين هذا حتى هو. مهم بالنسبه لفاطمه الزهراء وفرت لكم كاع هذا كذلك عاوتاني باش نتوما من جيو ان شاء الله يلقاو اي حاجه بغاوها يلقاوها ان شاء الله يا ربي. وكاين هذاك الموديل هذاك راه فيه لي غرون طاي، هذا بزاف تاع البنات كيسولوا على لي غرون طاي راه حنا جبنا لهم هذا السامبل. ها نتوما هذا السامبل هنايا اللور راه فيه هاد الضريبات هكا. واه بالنسبه للثمن اختي فاطمه الزهراء 99 درهم اختي فاطمه 99 درهم البنات، ثمن حصري عند فاطمه الزهراء فاتي شوب. مرحبا. وكاينين هادو هادو كلاسيك بالنسبه للاخوات اللي يبغيو سروال كلاسيك، هذا تاي اوت كما راكم تشوفوا وراه فيه كاع لي كولور ديالو البنات. هنايا السروال راه كما كيقولوا تاي دروات ولا ما نعرف، لا هذا كيجي في اللبسه مهم كيجي مزيان. هذا الملوينات البنات ها هما، كاين البلو مارين والبيج وكاين هاد وكاين حتى واحد لوفير راه عندي في ستوك، حتى هادو الثمن ديالهم 99 درهم اختي فاطمه 99 درهم البنات ثمن حصري عند فاطمه الزهراء. مرحبا بكم مدام، صورنا لكم البنات الجين ولي بونطالون توب ضروري خصهم لي شميز ديالهم البنات. كاين هادو راهم ساطان حرير البنات ها نتوما تشوفوا، شوفوا لي تويب كيفاش داير. هذا ساطا اختي فاطمه واللور ديالو ها هما طويل والقدام شويه قصير. واه ها هو الموديل، هادي فيها دو كولور فيها جوج لوينات، كاين هاد الغوص هذا وكاين هاد البيج ديالو. هادو بشحال دايرين؟ دايرين 99 درهم اختي فاطمه، حتى هما غير يبقاو معايا حتى الاخر غادي ندير لهم بروموسيون اللي خدا السروال والشوميز. مفاجاه مع فاطمه الزهراء، كاين هادو حتى هما راهم فيهم اللوينات البنات في هاد الجويب هذا. واه هادو فيهم لي كولور مختلفين وحتى هما نفس الشيء من اللور راهم طوال وقصار من القدام شي شويه، هما في البيض البنات كما راكم تشوفوا ولا ديفيرونس كاين غير كاين في هذه كذلك. حتى هما نفس الثمن، حتى هما نفس الثمن 99 درهم. نقول لهم المفاجاه ولا حتى نفوتوا للتريكويات احسن، لي تيشورت عاد نقول لهم مفاجاه ياك فاطمه. بالنسبه للتيشيرتات البنات فاطمه الزهراء جابت لنا بزاف ديال لي موديل فيهم وبزفيهم لي كولور وفيهم لي طاي البنات، بحال هذا الموديل هذا بحال هذاك الموديل راه قصير، وهذا راه ها نتوما كما تشوفوا اللي يبغي القصير، وهذا طويل طويل ها هذا كيلبس كيتلبس هاك كرواكار ها نتوما وطويل وفيه الافتتاحه هنايا لتحت. كاين جوج ديال الموديل، الموديل الثالث البنات ها هي الافتتاحه هنايا واه، والموديل وكاين هذا الموديل هذا
فيهم اللوينات فاطمه، فيهم اللوينات. اجي اختي فاطمه نشوفوهم هنايا، ها هما كاع لي كولور. بالنسبه للوينات هما البنات كاين هاد الغوز، الغوج، لو نوار، البيج، البلو، وكاينين هادو. هادو بالنسبه لهذا فهو بلوينات البنات، هانتوما تشوفوا كاع لي كولور كاينين، كاع لي كولور طون. والموديل الثالث هو هذا، فهو فيهم لويناته صيفيين ربيعيين اللي بغيتوها. مرحبا على فاطمة الزهراء. هادو اختي فاطمة حتى هما الثمن ديالهم 99 درهم. بالنسبة لا بروموسيون اللي خدا سروال وشميزة ولا سروال وتريك ولا مهم دو بياس، غادي نحسبو لهم 190 درهم. 190 درهم البنات عوض 200 درهم. اللهم يسر امين. خواتاتي العزازات كاين حتى هاد لونسومبل هذا، حتى هو بغينا نبارطاجيوه معكم البنات. ها نتوما تشوفوا هنايا الوجه ديالو شويه قصير على الظهر. بالنسبه للسروال ديالو، السروال ديالو راه عريض حتى لتحت، هو عريض. هاد السروال اللي كيجيو لارج لتحت ها هما. بالنسبه لهذا الموديل هذا فيه جوج ديال اللوينات البنات، كاين هاد البلو سيال وكاين هاد المارون ديالو وكاين هذاك الكري. هذا كري ها غير هو نفس نفس الكري كيسامي فاطمه. انا صايمه اختي فاطمه، لحقتش انا قلت لك هذا بلو سيال كري ماشي مشكل. المهم كاينين جوج. بالنسبه لو بري ديال هذا اختي فاطمه راه حنا درناه سولد ب 110 دراهم. 110 دراهم البنات اللي بغاتو، راه فيه جوج لوينات. المهم بقاو معنا ان شاء الله، غادي نوريكم صنيدلات ونعيلات زوينين ديال هاد القيته هادي. مرحبا بكم البنات. كاين هنايا بزاف ديال اللوينات كما راكم تشوفوا معايا. كاين هاد الغوز هكا كلير، كاين هاد لو فيغ هذا باش يبان لهم، كاين هاد لو نوار البنات، وكاين البيج. هادو راه فيهم لي طاي من 36 حتى ل 41، والثمن الثمن ديالهم 60 درهم. 60 درهم البنات. وكاين هاد الموديل هذا، هذا اللي فيه هنايا هاد اللعيبه، هذا فيه هاد لاكولوغ وفيه هاد الغوز هذا وفيه هاد البلاسيال وفيه هاد لاكولوغ. لوينات زوينين اختي، لوينات صافي. هادو راه فيهم لي طاي من 36 حتى ل 41، بالنسبه لهادو 60 درهم. 60 درهم حتى هما. بالنسبه لهادي فيها 3 كولوغ، كاين نوار وكاين البلو مارين وكاين لو غوز. بالنسبه لو بري ديال هادو 50 درهم. 50 درهم البنات. 50 درهم. وعندنا هادو هاد الموديلات هادو، هادو غادي نبيعوهم بثمن الجمله 35 درهم فقط. وبالنسبه لي طاي فيهم من 36 حتى ل 43. تبارك الله عليك. مرحبا اختي فاطمه. فيهم 4 تاع هادو لي موديل. ثمن زوين درتي في هادو، الله يسخر. مرحبا اختي فاطمه. كاع ثمن زوين الصراحه، حتى هادو ثمن زوين يعني على حسب الموديل. هادو راهم مريحين هانتي باش يشوفوا مريحين في هانتي. كاع لي طاي ديالكم كاينين البنات. مرحبا بكم عند فاتي شوب. مرحبا اختي فاطمة. فاطمة الزهراء جبتي لنا هاد لي شال، هادو فيهم بزاف ديال لي كولوغ البنات. هذا راه لا موسلين البنات، هانتوما تشوفوا زوين خفيف بالنسبه للبيساتكم. هادو راه صيفيين، هما كاع لي كولوغ نقول لهم لي كولوغ كاينين. كاين هاد البلو غوا، البيج، الكرونا، النوار، هذا الزيتي، الموف، هذا الكاشيري هذا. ولو بري ديالهم اختي فاطمه 25 درهم فقط. 25 درهم البنات، والشر راه طويل وكبير. وعندنا هادو نوريو لهم هذا الشورت مع دي باردور شورت. المهم بالنسبه للصيف ان شاء الله الله هادو راهم 30 درهم علينا يا ربي. يا ربي امين. يا ربي هانتوما هادو شوفوا البنات 30 درهم دو بياس، وفيهم كاع لي كولور. كاين كاين لو فيغ، البلو مارين، الكري، كلشي الالوان كاينين. تبارك الله عليك. هانتوما خواتاتي العزازات كاين هاد الريوناج هنايا، هاد الشاريو هذا راه فيه السولد البنات. غير بقاو معنا باش هكا تعرفوا على السولد. كاين اللي فيها بياسه جوج بياسات، فاطمه الزهراء دارت لنا فيهم واحد الثمن زوين. عندنا هاد البيجامه هادي فيها البلو وفيها الغوز، هانتوما تشوفوا. بالنسبه للثمن ديالهم هادو اختي فاطمه 60 درهم. هادو 60 درهم البنات. كاين الال والاكس ال، وكاين هذا، هذا فيه دو كولور. ها هما الوينات هما البنات. هادو صيفيين، هادو بالشورت، هادوك بالشورت. ايه بالشورت. برعتيهم ضروري. شوفوا ها هذا بالشورت ديالو، هذا بالشورت ديالو فيهم دو ميماش. ها هو كاين البلو ديالو وكاين الكري، كاين فيهم 4 ديال البياسات. اللي جات الاولى غادي تديه، هذا زوين بزاف بالنسبه للثمن. حتى هما 60 درهم اختي فاطمه. 60 درهم ثمن ديال 80. عندنا هذا الموديل هذا بقى فيه غير واحد،
بالنسبه لهذا الموديل اللي بغاتو حتى هو فيه هذا الكولور هذا السروال ديالو ها هو البنات فيه البونطال تحت وفيه طوم وجري هو ناعس هادو 70 درهم اختي فاطمه 70 درهم مشينا هاد الموديل هادو كاين فيهم ثلاثه ديال لي كولور ولكن غير ثلاثه ديال لي بياس هما اللي بقاو البنات غير ثلاثه هما اللي بقاو كاين هاد البيج ديالو ها هو كاين هاد الغوز وكاين هاد البلو وكاين هذا البلو هذا السروال ديالو حتى هو المهم توب مبرد البنات ديال هاد الوقيته هاد ها هو نوريو لهم غير هكا وصاي واخا ها هو بالنسبه للثمن 70 درهم اختي فاطمه 70 درهم البنات ها هي اللبسه ديالو هكا كتش اللهم يسر وبالنسبه لهادو اختي فاطمه بقاو لنا فيهم واحد ثلاثه بقاو لنا فيهم غير ثلاثه نتاع البياسات ثلاثه ديال البياسات البنات هادو راهم كانيش اللي بغات تستغل الفرصه تدي شي حاجه هنا مجموعين في الكش في هاد اللوين هذا في هاد الفير وفيه الكري بالنسبه لو بري 95 درهم اختي فاطمه 95 درهم وكاين هاد الشكل هذا هذا بقاو فيه ثلاثه البنات هذا هو كاين في النواغ وفي البلو البلو مارين هو حتى هو هذا لو بري ديالو 95 درهم 95 درهم كاين هذا الموديل هذا هذه كيطمه البنات هانتوما تشوفوا بالقبيه ديالها ها هي هي القبيه ديالها البنات بالخويطات ديالها بالجويب اللي كاين في الكرش هادو اختي فاطمه بقاو فيها ثلاثه ديال البياسات وحده كرونه وحده في النواغ وحده في البيج بالنسبه لو بري ديالها 100 درهم 100 درهم 100 درهم هادو العزازات ديالي ها هما ب 25 درهم اللي بغاتهم راه دايره لكم فيهم فاطمه الزهراء واحد الصول زوين راهم باقيين واحد ربعه ولا خمسه نتاع البياسات فيهم فقط ب 25 درهم عزيزاتي هنايا هذه الشبيكه غادي تلقاوها برا راه دايره لكم فيها فاطمه الزهراء 4 دراهم خير مع راسك قشرات المهم الحوايج تاع 5 دراهم 6 دراهم راهم برا ها انتم تشوفوا البنات باش نيطوايي وجهكم ضروري هاد فيفراتكم لي كوتون تيج غاسل الوجه لي بروس لي هادو لي كوتون كاين هاد اللي البنات شوفي تاع الطبيعه 4 دراهم كلشي ب 4 دراهم تهلاو لي فراسكم البنات ها باقل ثمن مع فاطمه الزهراء الله يسرها وعود الاراك اللهم يسر اختي امين اختي فاطمه راه وصلتني هاد لاكوموند هادي من بعد ما ساليتي قبيله التصوير كنتي مشيتي خاصنا نبارطاجيوها مع الكليانات ومع المتتبعين ديالك راهم فيهم بون بخي كما كتقولي انت الكركاع هادي شوفي راه فيها هاد الشكل هذا هانتي هادي راه دي ميمونج هكا هادي راه ساتا وها هو السروال ديالها السروال ديالها راه عريض حتى لتحت ها هو كما تشوفي وفيها لي كولور بالنسبه لهادي راه دايره 60 درهم وكاين هاد الشكيل هذا كاين هاد الشكيل هذا عاوتاني هذا راه قطن هذا قطن وفيه لي كولور حتى هادي راه دي ميمونج هانتي هادي دي ميمونج وفيها السروال ديالها السروال ديالها حتى هو راه عريض هانت بالنسبه لي كولور ديال هادي فيها هاد لا كولور وفيها هاد لا كولور المارو وفيها هاد الكري هذا حتى هادو دايرين 60 درهم اختي فاطمه وصلتنا حتى هاد البيجامه هادي بالصدايف هنايا الفوق فيها هاد الزواقه كاين اللي فيهم الزواقه مبدله هادي باليدين هكا فيها لي طاي بالنسبه للسروال ديالها هو هذا غادي نشوفوا السروال ديالها ها هو السروال ديالها حتى هو كما تشوفي هكا وعريضه من التحت ولي كولور اللي فيها كاين هذيك لا كولور كاين هاد لا كولور هادي كاين هاد الغوزة وكاين هاد البلو وكاين هاد بالنسبه لو بري ديال هادو دايرين 80 درهم وصلونا هاد لي غوب هادو هادو وصلوا فيهم دو كولور البلو والنوار فيهم بون بري هانتي شوفي هادو راهم عريضه عريضه هادي هانتي شوفي العرض ديالها قداش حتى لتحت وفيها السميطه بالنسبه لليدين ديالها راهم هكا يعني شويه قصار ماشي قصار كاع دي ميمونج غير شويه وصاي هادو لو بري ديالهم دايرين 80 درهم 80 درهم اختي فاطمه مرحبا بجميع المتتبعات ديالك فاطمه كيف ديما منوعين المحل تاعنا كاين البخور كاين مبخارات كاين العطور هنايا كاين العطور كاين مهم كاع منتوجات التجميل سواء الطبيعيه او الاوروبيه او كل شيء راهم كاينين عندنا في المحل
وكل شيء حنا دايرين فيه السولد، كل شيء دايرين فيه لي بروموسيون، كاين اللي كيوصلوا حتى ل 50% في التخفيضات. واكيد عندنا شويه المكياج، وهذا راكي عارفه العيد راه قرب اختي فاطمه. واو خصنا نخرجوا من بوكس هذا. مرحبا بكم، اللهم يسر ويسخر. وكاين حتى هادو البنات، هاد الشابويات كنا بارطاجيناهم معكم في الفيديو السابق، اللي بغاتهم حتى هما راهم ديسبونيب. كميه قليله حتى هما، تبارك الله. كاين 40 درهم، كاين 50 درهم. الله يسخر الله يسخر، كلشي يخرج ان شاء الله. خواتاتي العزازات، هنا الفيديو ديالنا وصل لنهايته، نتمنى تكونوا استمتعتوا كما استمتعت انايا مع فاطمه الزهراء تبارك الله عليها. دارت لنا الثمينه جد مناسبه كاع في لي زارتيكل اللي شفناهم. تشجيعاتكم البنات، خليونا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد، الى اللقاء.